مثل الصبح مين بعد سوا. حلو ومالح وحامض، لماذا مياه البحر مالحة؟ لأن هناك ملح في البحر. لماذا الشوكولاتة حلوة؟ إن طعمها حلو لأن بها سكر. لماذا الليمون حامض؟ الحمض في الليمون يجعل طعمه حامض. هل هناك ملح في الدموع؟ نعم، به ملح. هل هناك سكر في المانجو؟ نعم، هناك سكر في المانجو الناضجة. هل الزبادي به طعم حامض؟ نعم. حلو مالح حامض، حلو مالح حامض.